بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحقق العلامة سعيد بن خلدان الخليلي رحمه الله تعالى ورضي عنه: تلألأ برق في الدياجي مشعشع، تضاحك أبكاك فالعين أدمع، أم التاع من بين الأحبة والنوى، فؤاد بتذكار الهوى يتصدع، أم ارتاع من دهر أداني صروفه، تكاد الجبال الشم منه تزعزع، زمان به الدين الحنيفي دارس، وناصره مستضعف ومروع، فيا لك دهرا قد شجتني خطوبه، به عاصفات به عصفت للجور نكباء زعزع، تجذلت الأحكام فيه وعطلات، حدود وسيم الخسف ما الله يرفع، ونال به أهل الديانة والتقى، هوان به عز الجهول المضيع، تباح دماء المسلمين ظلامة، ولا ملجأ يحمي ضعيفا ويمنع، وتنتهب الأموال في كل محفل، ولا قائما بالعدل عن ذاك يدفع، فكم فيه مظلوم إذا مد طرفه، تشكى وأبواب السماء تقعقع، وأرملة جنت بفرط بكائها، لقلة حاميها إلى الله تضرع، كأن اليتامى والمساكين جيفة، للحمانها تلك النوابح تسفع، وكم من بيوت الله أضحى خرابة، وكانت بيوت الله بالذكر ترفع، وكم قد غدت للفسق والكفر معقلا، بها أمس قد كان المشايخ تركع، تكاد بقاع الأرض تشكو من الأذى، لو استنطقت كادت بذلك تصدع، تظاهر فينا بالفواحش جهرة، رعاع لجمع المنكرات تجمعوا، كم اقتطعوا نهج السبيل وفعلهم، بناديهم من أنكر النكر أفضعوا، وقد أمروا من مترفيهم أكابرا، بهم جمع غوغاء الهوى قد تشجعوا، إلى أن قال.